إمام الصادق بعد أن سرى السم بجسده الشريف علم أن المنية دانت، فلا شك يريد أن يوصي. ماذا يريد أن يقول الإمام الصادق؟ وهذه مهمة. الإنسان في لحظات وفاته وأمثال الأنبياء والأئمة شيء كثير مهم، أن ماذا يريد أن يوصي الإمام، ماذا يريد أن يبين. وأم حميدة زوجته عايشة فترة معه وتعرف كرامات الإمام الصادق وتعرف طريقة الإمام الصادق، وأيضا هي تعبر عن هذا الأمر هو أمر عجب. ما هو هذا الأمر العجب؟ قال: لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل أحد بيني وبين قرابة، اجمعوه، عندي كلام معه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم